انطلق المنتدى الإفريقي الخامس عن الهجرة بحضور ممثلين عن دول القارة الإفريقية ومنظمات إقليمية ودولية. يأتي المنتدى تحت عنوان تعزيز بيانات الهجرة والبحث والتطوير وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة في إفريقيا من أجل الإدارة الفعالة للهجرة. من قلب القاهرة ينطلق المنتدى الأفريقي الخامس حول الهجرة. ممثل الدول الإفريقية أتوا حاملين معهم أجندات مختلفة من أجل الإدارة الفعالة للهجرة في القارة السمراء. وما يجب التركيز عليه هو أن اتحاد المغرب العربي لأول مرة كمجموعة اقتصادية إفريقية يشارك بالمنتدى الإفريقي الخامس حول الهجرة. تعتبر هذه المشاركة هي مشاركة مهمة اعتبارا لأن دور المجموعات الاقتصادية الإفريقية هي أحد ركائز الاتحاد الإفريقي، ومن أجل تطبيق سياسات الاتحاد الإفريقي وخاصة أجندة 2063 فيما يتعلق بتنظيم الهجرة آمنة داخل القارة الإفريقية وأن تكون لها يعني إيجابيات، لابد من تضافر الجهود وتوسيع آليات التشاور حول هذه المسألة. قضية الهجرة قضية كبيرة ولديها الكثير من التداعيات، تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى نقاش وتداول بين الأعضاء جميعا للوصول إلى نتائج طيبة تدعم محاربة أو مكافحة وإيجاد آليات طيبة وإيجاد إلى معالجات للهجرة الشرعية والهجرة النظامية. تعزيز تدفق البيانات بين الدول وبعضها البعض والمراكز البحثية حول الهجرة ودعم التبادلات المعلوماتية والإحصائية بما يتوافق مع الأجندات الوطنية، كلها عناوين بارزة ضمن عناوين عدة تطرح للنقاش بالمنتدى في دورته الخامسة. خلال مشاركتنا هنا وجودنا إن شاء الله حنركز أن لازم توضع حلول ناجعة وجذرية من الدول ذاتها اللي ينتمي لها الشخص اللي أقدم على الهجرة غير الشرعية، بحيث أنه هو ممكن يكون في تنمية في بلدانهم، حل مشاكلهم، يعني تنمية تكون مستدامة فعلا تشمل كل الأوجه. حسب البيانات الرسمية فإن خمس الدول الإفريقية تستخدم بيانات إحصائية تخص العديد من الملفات، ومن بينها ملف الهجرة تعود إلى ما قبل عام 2015. وهذا ما يعجل بالدول الإفريقية لتعزيز آليات تبادل المعلومات والإحصاءات بما يتوافق مع الأجندات الوطنية للتنمية المستدامة. إسلام غنيم، تان تي في.